الوضع المعتاد الجديد، هكذا يوصف عالمنا اليوم ما بعد الجائحة، بعد أن تحطمت ركائز قديمة لن تعود، وبزغت الملامح لعالم جديد هو قيد التشكل، نتيجة باتت حتمية لجائحة تعددت أوصافها، فتارة توصف بأنها تحدياً قاسياً أمام أنظمة رعاية الصحية في العالم كله، وتارة توصف بأنها الفرصة العظيمة لتطبيقات تكنولوجية كانت هي طوق النجاة في ظل الأزمة. وما بين كونها جائحة وضعت جميع الاقتصادات والسياسات أمام اختبار حاسم، أو كونها إنذاراً مبكراً لكوارث قد تأتي أشد وأكثر قسوة، تبقى النتيجة واحدة لجائحة وحدت الجميع دولاً وشعوباً وأفراداً أمام المعاناة. وسواء كانت الجائحة بداية جديدة أم هدنة مما كنا عليه، فهي وقفة أكيدة من أجل مراجعة سياساتنا بعناية لخطوات قادمة نكمل بها مسارات تنموية كنا قد بدأناها. وها نحن بصدد الوضع المعتاد الجديد لعالم ما بعد الجائحة، حيث تتوازى الفرص مع التحديات جنباً إلى جنب، ووحدها فقط اختياراتنا هي التي ستحدد مصائرنا في هذا العالم الجديد. وإن كنا نحتفل في بداية كل عام جديد ببداية تمنحها لنا الحياة، نكاشف فيها أنفسنا بما حققناه وما أخفقنا فيه وما نحن بعازمين على مراجعته، فها نحن قد نجونا جميعاً من جائحة كادت تقضي علينا وعلى مستقبل أوطاننا، ونحن الآن أكثر امتناناً وعرفاناً لمنحة البدايات، خاصة وإن كانت بداية جديدة للبشرية كلها، هي الفرصة والأمل الجديد كي تتضافر جهودنا باسم الإنسانية ومن أجلها.